قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول. مع التفاصيل، الحكم على محامي سعد المجرد بثلاث سنوات حبسا. أصدر القضاء الفرنسي عقوبة سالبة للحرية لمدة ثلاث سنوات حبسا ضد المحامي تيري هوزكون، والذي كان ينوب عن الفنان المغربي سعد المجرد. واستنادا إلى مصادر إعلامية فرنسية، فإن محامي سعد المجرد تورط في ملف فساد واستغلال نفوذ مع رئيس الجمهورية الفرنسية السابق نيكولا ساركوزي، والذي بدوره تمت إدانته من طرف محكمة الاستئناف الفرنسية بثلاث سنوات حبسا وعقوبة التجريد من الحقوق الوطنية. يذكر أن كل من المحامي المذكور ورئيس الجمهورية السابق نيكولا تمت إدانتهما بناء على تسجيل مكالمات بينهما من طرف الأجهزة الأمنية المختصة تحت إشراف القاضي تحقيق فرنسي كان يشتغل في سرية مطلقة حول هذا الملف المثير للجدل لمدة طويلة.